السلام عليكم، وعليكم السلام. ازيك يا معاذ؟ الحمد لله. طيب جاهز؟ هنشتغل مع بعض النهارده، هنكمل في جافا سكريبت. تمام. طيب احنا كنا وصلنا لغاية فين المرة اللي فاتت، فاكر؟ في كنا وصلنا لفين؟ كنا تقريبا عملنا ظبطنا الزراير وكده، بدأنا نشتغل في الجافا، وبعدين عملنا ماشي، كنا ابتدينا كده نتكلم عن الجافا سكريبت. ماشي. أيوه. طيب احنا ان شاء الله هنشتغل زي ما اشتغلنا ال HTML من خلال بروجكت. تمام. عملنا سايت كامل بال HTML وكملناه كله من خلال واحنا بنشتغل، يعني عدينا على ال HTML components كتير وشرحناها وشفنا ازاي بنستخدمها. هنتكلم على جافا سكريبت باستخدام ابلكيشنز. يعني ايه؟ النهارده مثلا هنعمل كالكوليتر صغيره. تمام. هنشوف من خلالها ازاي نعمل variables، ازاي نبعت نعمل function، ازاي نبعت لها values، ازاي نعمل شوية حاجات كده. تمام. كل مرة هناخد بروجكت جديد، كل مرة هناخد بروجكت جديد، بحيث ان احنا على اخر الشهر بتاع جافا سكريبت هنكون غطينا اكتر من 10 بروجكت للجافا سكريبت، لحاجات كتير، لاستخدامات كتير بنستخدمها في جافا سكريبت في بناء السايتس. من ضمن الحاجات دي في حاجات هنشوفها هنعملها في السايت بتاعنا بتاع البوكس، وفي حاجات هتبقى أمثلة لوحدها كده، يعني هنعمل صفحة لوحدها كده بتعمل حاجة معينة. ممكن نركبها بقى، احنا ناخد الحاجات اللي بنعملها دي نركبها في أي سايت من السايتس بتاعتنا. يعني مثلا لو انت عايز تعمل البروجكت بتاعك عن في حاجة بتعرض صور، فاحنا هناخد ايمج جاليري بالجافا سكريبت، فممكن تاخده تركبه انت على السايت بتاعك. هناخد حاجات كتير بقى، منيوز، وهناخد حاجات كتير هنشوفها ان شاء الله خلال الايه الشهر بتاع جافا سكريبت ده. تمام. تمام. يعني بدل ما نشرح المفاهيم جافة كده، هنحاول نستخدم ابليكيشنز بحيث يبقى التطبيق بتاعنا ليه معنى شوية. تمام. تمام. اوكي، احنا المفروض احنا بدأنا جافا سكريبت من المرة اللي فاتت، بس هي المفروض النهاردة أول مرة في الجافا سكريبت، يعني في الشهر بتاع جافا سكريبت. ايوه تمام. تمام. ماشي. احنا عرفنا ان جافا سكريبت بيتكتب جوه تاج اسمه سكريبت، صح؟ ايوه تمام. التاج ده بيتحط يا إما في الهيد يا إما في البادي. تمام. لو حطيناه في الهيد يبقى هيتم تنفيذه أثناء، أو في كل الحالات طبعا بيتم تنفيذه أثناء تحميل الصفحة، بس في الهيد بيتم التنفيذ بمجرد ما يوصل عنده وهو بيحمل الصفحة هيبدأ ينفذ. فلو أنا بأكسس أجزاء من الصفحة، تمام، هتكون لسه ما اتحملتش، فده هيعمل لي إيه مشكلة؟ ان ايه السكريبت بتاعي مثلا عايز يجيب بيانات من تكست بوكس، والتكست بوكس ده لسه مش موجود. تمام. فانا بفضل دايما ان انا احط جافا سكريبت في البادي في الاخر خالص. تمام. عشان ايه؟ عشان لو في حاجة بتشتغل في بداية تنفيذ الصفحة، عشان لو في حاجة بتشتغل في بداية تنفيذ الصفحة دي ايه تلاقي الصفحة وهي إيه؟ وهي بتحمل الجزء اللي بتحاول تقرأ منه داتا موجود، لسه اتحمل خلاص. تمام؟ فأنا بفضل دايما أحط الجافا سكريبت فين؟ في آخر الصفحة قبل الكلوزنج تاج بتاعة البادي. تمام؟ تمام.
طيب الجافا سكريبت بيتحط قلنا جوه تاج سكريبت، والتاج دي بيتحط يعني لو حطينا اوامر الجافا سكريبت على طول كده جوه التاج، يبقى بمجرد ما الصفحه توصل عندها هيبدا ينفذها على طول، زي ما شفنا المره اللي فاتت لما حطينا في صفحه الاندكس حطينا ايه فاكر، حطينا جافا سكريبت بيقول ويلكم، كانت في الاندكس ولا كانت فين؟ ايوه اللي هي بتبقى من فوق دي عامله زي النوتيفيكيشن. ايوه كان اليرت كده بيقول ايه ويلكم، صح فاكرين دي؟ فاكر دي؟ ايوه دي كنا حاطينها بين في الكاتالوج او في الكونتاكت، صح؟ ايوه طيب أيوة. أيوة. طيب مش فاكر كنا حاطينها فين او في الاباوت. المهم يعني هنجرب النهارده، هنعمل مثال صغير، هو مش جزء من الصفحة، مش جزء من سايت البوكس. أنا هشير السكرين دلوقتي، شايف الشاشة بتاعتي؟ أيوة تمام. بص أنا هعمل صفحة صغيرة فيها تكست بوكس، شوية تكست بوكسز كده، دي بنستخدمها هناخد نقرا من اليوزر رقمين وايه ويا نجمعهم يا نطرحهم يا نضربهم يا نقسم. تمام تمام ماشي كده. ماشي دي اسمها ايه؟ اسمها هنسميها تو نمبر كالكوليتر. ماشي تمام هعمل فايل جديد تكست دوكيمنت هنسميها كالك ماشي دوت اتش تي ام ال. زي ما قلنا المره اللي فاتت ان الجافا سكريبت ده كلاينت سايد سكريبت، يعني بيتنفذ عند مين؟ عند الكلاينت، فمش محتاج انه يشتغل على السيرفر. تمام، فاحنا لغايه دلوقتي مش محتاجين نحط فايلاتنا على سيرفر، مش محتاجين نحط فايلاتنا على ايه؟ على سيرفر. امتى هنحتاج نحط فايلاتنا على سيرفر؟ ضروري لما نستخدم سيرفر سايد سكريبت زي البي اتش بي. ان شاء الله بعد ما نخلص الشهر بتاع جافا سكريبت نبدا الشهر بتاع البي اتش بي. تمام 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 هعمل اديت للصفحه دي. اوكي اوكي ادي كده صفحه فاضيه خالص، هنبدا نحط فيها ال HTML بتاعنا. بنحط اول حاجه دوك تايب، تمام اتش تي ام ال. اوكي ونعمل طبعا فاكر الاستراكشر بتاع صفحة ال HTML العادي. اوكي ايوه ونحط هنا بقى ال heads، تمام تمام اوكي. عود نفسك لو بتكتب HTML من السورس كده زي ما احنا بنعمل، ما بتستخدمش اديتور. لما تكتب اوبن تاج اقفل الكلوزنج تاج، اكتب الكلوزنج تاج بتاعها على طول. تمام عشان ما تنساش يعني بالظبط كده، يعني احنا فتحنا البادي هنروح قافلينها كده. ايه كده ايه كده ده السكيلتون بتاع ال HTML بتاعنا، ايه صح؟ اه التاجز اللي بقى هنحطها هنا، هنحط في الهيد تايتل، تمام هنقوله ان دي تو نمبر كالكوليتر. تمام تمام نقفل التايتل. بنحط ميتا، بنعمل الكاركتر سيت، كار سيت ايكوالز، دي توصيات الكونسل بتاع الانترنت ان انا لازم احدد الكاركتر سيت بتاعي عشان البراوزر يعرض الصفحة صح.
اوكي. The most popular character set UTF-8. تمام، اشتغل مع تقريبا كل اللغات اللي في العالم، فبيبقى ايه احنا بنحطه ونشتغل بيه على طول. تمام، تمام في كده. اوكي. هما برضو بيفضلوا ان انت، او في من التوصيات بتاعتهم ان انت تحط هنا في الستارت بتاعت الصفحة لانجويج انديكيتور تقول له اللانجوج بتاعتي انجليش او عربي او whatever، عشان يبقى عارف ان هو هيشتغل فين. تمام، تمام هنحط تاج الستايل بتاعنا، هنعمله ان هو هنا ده مش سايت كبير، ده هي صفحة واحدة، فهنحط الستايلز بتاعتنا في الهيدنج. تمام، وهنبدأ نحط هنا الايه السكريبت، التاج بتاعت السكريبت بتاعتنا بنحطها هنا. حلو كده، أيوة. بص المنظر ده كده، ده الهيكل لو شايف بتاعت المنظر ده كده، دي البداية لأي صفحة عندك، ما عدا طبعا التايتل انت ممكن يتغير حسب الصفحة اللي هتعملها. تمام، تمام انما بقية الكلام المفروض يبقى في اي صفحة عندك تبقى ده السكيلتون اللي انت هتبدأ بيه. ماشي، يعني تفتح تحط الكلام ده، او ممكن تعمل ايه بقى، تسيب فايل بالمنظر ده عندك فاضي، وعلى طول ولما تحب تعمل يعني هنشيل دي كده، هنعمل بقى هنا فايل سيف اس، هنسيب الفايل ده مش في البوك ستور بقى، هنسيبه بره ونسميه تمبلت اتش تي ام ال. تمام، دي مفيدة قوي. ليه بقى؟ انا يوم ما هعمل اي احمل صفحة اروح واخد التمبلت دي اخدها مكتوبة جاهزة اهي، مش هقعد اكتبها كل مرة، ايوه مكتوبة جاهزة وفيها الحاجات اللي انا هحتاجها، هبدأ املى فيها بس. تمام، واروح تمام جاي ايه اعمل لها فايل سيف اس واسيبها بقى بالاسم اللي انا عايزه. تمام، تمام انا هسيبها فوق الكالك هنا كده. ايه بدأنا نحط الفايل بتاعنا، نحط التايتل، نرجع التايتل تاني. طيب هنبدأ هنا نحط ايه هيدنج، ان ده تو نمبر كالكوليتر، هنحط اتش 3 مثلا عشان مش عايزينه يبقى كبير قوي، نكتب كده تو نمبر كالكوليتر اتش 3. اوكي، اوكي طيب عايزين ايه هنا؟ عايزين 3 تكست بوكس، 3 تكست بوكس، واحد ياخد الرقم الاول، واحد ياخد الرقم التاني، وواحد ياخد ايه يطلع تطلع فيه الريزلت. او العملية يعني طرح ده مع ما دي بقى العملية هنعملها بباتونز، البطنس. تمام بنعمل باتون عليه علامة زائد، واحد عليه علامة بلس، واحد ايوه عليه ماينس، وهكذا كده، بحيث ان هما ايه نختار العملية نختار العملية بتاعتنا وندوس على الزرار بتاعها فتطلع الريزلت على طول. تمام، طيب تعالى تمام مع بعض نتخيل مع بعض الشكل اللي احنا عايزينه، زي ما كنا بنعمل كده، ما احنا متعودين دايما لازم ايه قبل ما نشتغل نعمل ديزاين، صح؟ قبل ما نشتغل نعمل ديزاين، فهنبقى هنعمل الباوربوينت بتاعنا، هنقفل هنا، عايز بلانك برزنتيشن، اعتقد كانت من فيو، عايزها هنا من فيو، لا مش من فيو، اعتقد من الديزاين، من الديزاين بختار سلايد سايز واختار كاستم واقول له انا عايزها بورتري وعايزها اي فور، فتطلع ايه بقت اي فور. تمام كده، تمام
وعايز السلايد دي فاضية. هبدأ أفكر كده، أنا عايز أعمل شكل الكالكوليتر بتاعي إزاي. هفكر، تعال نفكر مع بعض. أول حاجة أنا هكتب فوق على الكالكوليتر من فوق هنا كده كلمة تو نمبر نمبر كالكوليتر. اوكي، تمام. وعايز دي تبقى في نص الايه الصفحة، نجيبها في النص تقريبا كده بالنظر كده. حلو، ممكن اعملها بولد لو عايز، مفيش مشكلة. تمام، تمام. لو حابين نغير لونها، لو حابب اغير لونها هغير اللون. تمام، تمام. طيب بعد كده عايز 2 تكست بوكس احط فيهم ايه الارقام، فهعمل مستطيل صغير كده، ايه دي التكست بوكس الاولاني. تمام، تمام. احنا هنكتب فيه ارقام صغيرة، مش عايزينه يبقى كبير، فاعتقد العرض ده كفاية. تمام، الديزاين بتاعه ده عايزين تكست بوكس ده، لا مش هنا، عايزينه، احنا بنغيره منين؟ بنغير الالوان منين؟ والله انا فكرة فين، ما بستخدمش البتاع ده كتير. الناس ناخد الشكل ده مثلا. اوكي، هناخد كوبي منه، كنترول سي. ما عملتش كنترول في، كنترول في. عايزين التكست بوكس التاني يتحط جنبه هنا. تمام، عايزين بينهم نحط 4 زراير، نجيب ده في الأول. عايزين بقى 4 زراير. تمام، هنحط ناخد كده، ده هيبقى زرار صغير كده، ماشي. تمام، نفترض ان ده زرار. اوكي، ايش هنجيب الديزاين، لا مش الديزاين، اسف، الفورمات، اختار هنا الفورمات شكل الزرار، هنقول ده الزرار، يبقى ده شبه الزرار بتاع الاتشيميل شويه. احنا او ناخد، لو عايزين نغير شكله من الاشكال الجديده اللي احنا عملناها، نعمله لون ازرق مثلا او لونه اصفر زي ما احنا عايزين، ماشي. ايه رايك نعمله لونه ايه؟ ممكن يبقى لونه ناخد الأورنج ده، بس الأورنج ماشي، ده ماشي، شكله حلو. ناخد الأورنج شكله كويس، وهيبقى مكتوب عليه بالأبيض. تمام، تمام. طيب هنحط في الزرار ده التكست بتاعه علامة البلس، فهيجي أقف عليه كده وأحط هنا علامة البلس. أوكي، وآخد كوبي منه واحط هنا علامة الماينس. اوكي، اوكي. يبقى ادي زرار تاني، حط واحد تالت عليه علامة الضرب. علامة الضرب على الكمبيوتر اللي هي النجمة، بس هي ايه؟ دي النجمة دي لما بيجي اكتبها في الكود، بس انا ممكن اخلي على الانترفيس علامة الضرب العادية. تمام، وبعدين هنعمل كوبي ونعمل الزرار الاخير، مش هيبقى عندي زرار ايكول، هنكتفي بال4 زرار دول، ان هو كل زرار عليه الاوبريشن بتاعته، فما فيش مشكلة. عايزين علامة القسمة، اعتقد دي بتيجي من هنا. اي تمام كده، اوكي، انا قلبت عربي وعلمت القسمة فوق الهاء. تمام، اللي هي على المفتاح بتاع الاي، لو هتدور عليها الكيبورد عندك يعني. تمام، ماشي معايا كده؟ لو عايز هلا. معايا؟ ايوه.
ايه رايك في الو، ايوه اي اي سامعني؟ اي تمام. تمام. ايه رايك في الديزاين ده؟ معقول شكله حلو، شكله شكله ظريف. تمام. محتاجين بقى الايكوال اللي هو ما فيش الكبير. ايكوال بقى هنا ليه؟ لان انا بمجرد ما هدوس على البلس ايوه يعني الناتج يطلع فيه، انا محتاج الريزلت بقى، ايوه محتاج تكست يطلع بوكس فين. كمان اطلع فيه ريزلت. هجيب دول على جنب بقى شويه كده. هو ممكن حاجة بس أنا مش عارف، ممكن قول. تقريبا ممكن تتعمل، نعمل زي اسمه مثلث كده، يعني خط يجي البوكس الأولاني وخط من البوكس التاني ويتقابلوا عند البوكس التالت، وده يبقى الريزلت. ممكن ممكن يبقى شكلها فكر فيها. ممكن نعمل ايه بقى هنا؟ ممكن اكتب احط البوكس التالت جنبهم هنا يعني اهو كده، واحط عليه كتابة بقى مش جوه التكست بوكس، كتابة عادية بره علامة ايكوال بس. اوكي كده. يعني دي فكرة. ممكن الفكرة اللي انت قلتها برضو حلوة، حاول انت تعملها. بس احنا لسه ما خدناش اللي هو نرسم ازاي في جافا. ماشي، مش مشكلة. لما نيجي ناخد الجرافيكس، لما ناخد الجرافيكس في حاجة اسمها الكانفاس، لما نيجي ناخدها هنشوف ازاي نعمل الموضوع ده. ماشي. تمام تمام خلاص الديزاين كده مبدئيا شكله ظريف، احنا هنعدل عليه بعد كده، بس ايه لغاية دلوقتي شكله معقول. تمام. هعمل له سيف، نحطه هنا. عايزين بقى نحطه مع الحاجات التانية عشان نبعتها لكم. فين راحت؟ لفوق. احط هنا ده ايه اسمه الكلك، سمي ده كلك. ايه ده السورس بتاعنا، ونحط البي دي اف في نفس الايه المكان. فايل سيف از براوز، هنحطه بقى بي دي اف. اوكي تمام خلاص كده. ايه الشكل قدامنا؟ اتحط قدامنا في ذهننا كده، واضح شكل الكالكوليتور شكلها عامل ازاي. نبدأ ننفذ بقى الكلام ده. تمام. طيب نرجع هنا، احنا حطينا العنوان خلاص. تمام. هنحط التكست بوكسز دي في جدول، ونحط التكست بوكسز دي في جدول. جدول بالطول في صف واحد، وكل حاجة من الحاجات دي محطوطة في سيل. ماشي. تمام. ماشي. الجدول زي ما احنا عارفين بنبدأه بتاج اسمها تيبل. تمام. اوكي. ايه التيبل بيبقى الصف في صفوف، احنا بنعرف صف بصف، بنعرف الصف بتاج اسمها تيبل رو. اوكي كده. وكل سيل بتتعرف بتاج اسمها تيبل داتا. فاكر الكلام ده؟ طبعا احنا قلناه في الHTML صح؟ ايه طيب تيبل داتا الأولانية هحط واحدة فاضية، هسيب واحدة فاضية، هقول لك هنعمل فيها ايه بعد كده. ماشي. HTD. اوكي. نرجع للديزاين كده، نبص احنا عندنا كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. عايزين تمانية سيل، وعايزين 2 كمان في الأول قبل حوالين كل تكست بوكس من الاتنين دول، فهنعمل هنزود 4 و8، يبقى عايزين 12 سيل. تمام. كل سيل تاخد التاج دي تي دي تي دي، كنترول سي كنترول في، 3 4 5 6
سبعة، ثمانية، تسعة، 10، 11، 12. تمام. التيبل كله عايزينه ياخد ويتس، هنشوف الويتس بعدين، دلوقتي مش مشكلة. طيب هنعمل هنا الانبوت الاولانية، انبوت تايب. احنا شفنا الانبوت تايب ايكوال ايه اللي شفناها تكست، صح؟ ده التايب الوحيد اللي شفناه، في تايبس كتيرة. هنشوف النهاردة تايب جديد، دي كالكوليتور تك تك بيتكتب فيها ايه؟ ارقام، صح؟ التكست بيقبل ارقام وحروف، التكست بوكس العادي بيقبل ارقام وحروف، لكن التكست بوكس بتاعنا اللي احنا عايزينه عايزين حروف يتكتب بس، فيه ارقام، قصدي أرقام بس، ارقام أرقام. بس. فعندي نوع من التكست بوكس او نوع من الانبوت اسمه نمبر، النوع ده بيقبل ارقام فقط، بيقبل ارقام فقط، وبالتالي هيوفر عليا ان انا اعمل تشيكر اشوف اليوزر دخل هنا ارقام وحروف ولا ارقام بس. تمام. طيب يبقى قلت التايب ايكوال نمبر، وهقول له تاني ان ال هنا انا هاكسس الانبوت بوكس ده من الجافا سكريبت، فمحتاج احط له اي دي. فاكر احنا لما اتكلمنا على الكلاس والاي دي قلنا الايه؟ فاكر ان في حاجه اسمها اي دي، والاي دي دي بنستخدمها عشان ناكسس الكومبوننتس بتاعتنا او الاليمنتس بتاعتنا من الجافا سكريبت. بما اننا هنشتغل جافا سكريبت فبنجهز بقى الدنيا، بنجهز الارضيه للجافا سكريبت، فبندي اي دي للايه؟ للتكست بوكس، هنسمي ده نم 1. تمام معايا؟ طيب مبدئيا خليه لغايه كده، ماشي. هنيجي في هنا برضو نكرر نفس الايه الكلام. انا ياخد كوبي الكلام ده نحطه هنا، بس هنخلي الاي دي هنا نمطه، ما ينفعش يبقى فيه اتنين اليمنت ليهم نفس الاي دي في الصف، عشان انا بنادي عليهم زي ما شفنا في الجافا سكريبت جيت اليمنت باي اي دي. فلو قلت له كده وكان في اتنين ليهم نفس الاي دي مش هيعرف يوصل لاني واحده فيهم، هياخد اخر واحده وهتبقى الاولانيه مش اكسسبل. تمام. هنبدا نحط الزراير بتاعتنا، هحط باتون. طيب ايكوالز بطن، بما ان ده مش بفور ماشي، فانا بحط اللي هنا ايه الزرار بتاعي لوحده كده، حط ايكوال واقفل البطن. تمام ماشي. وابدا ايه اكرر الكلام ده 4 مرات واغير العلامة اللي جوه البطن. في مشاكل كده لغاية دلوقتي؟ في مشاكل؟ لا لا تمام. ادي الاربع زراير بتوعي، هنخلي دي ماينس، ونخلي دي علامة الضرب اللي هي الاكس سمول، وخلي دي علامة القسمة اللي هي دي. تمام. تمام. في مشاكل؟ طيب عايز بقى ايه؟ ده مش نمبر 1، ده ريزلت، ده اسمه ريزلت. تمام. ده اللي هيظهر فيه. اقول لك سوري، انا اسف، خليه ده نمبر 2. اقول لك هنا نسحب ده والاكس نحطه هنا. تمام. هنا احط علامة الايكوال بس، وهنا
احط التكست بوكس الاخير هنا، الاي دي بتاعه هيبقى اسمها ريزلت، ده اللي ايه هنطلع فيه النتيجة. ماشي. التايب هنا بقى عايزه يبقى تكست مش يبقى نمبر. ليه؟ لان اليوزر هنا لان انا هطلع فيه اليوزر المفروض مش هيكتب حاجة هنا، التكست بوكس ده هيبقى فيه حاجتين، في حاجتين مختلفين عن التاني. اول حاجة ان هو هيبقى تكست بوكس عادي، يقبل حروف وارقام. ليه؟ لان انا ممكن اطلع فيه مسجز لليوزر. النقطة التانية، ماشي، النقطة التانية عايزه يبقى ريد اونلي. فريد اونلي يعني ايه؟ اكتب كده كلمة ريد اونلي، يبقى كده اليوزر مش هيقدر يكتب فيه حاجة. اوكي. اوكي طب نشغل كده نشوف هيبقى شكل الكلام بتاعنا ايه في البراوزر. ادي كده المربع الاولاني بلس ماينس تايمز وديفايدد، الرقم التاني وايكوالز، بتطلع هنا. في مشاكل كده؟ طيب اول حاجة عايزين نعملها ان الكلام كله يبقى ايه سنترد في النص، صح؟ فهنعمل دي عن طريق ان احنا نيجي في الستايل ونقول له ايه ان البادي، ماشي، بتاعنا هيبقى التكست الاين، فيه تكست الاين بتاعنا سنتر. اوكي. نعم. نعمل سيف ونشوف كده الدنيا كده ايه، ده جه في النص بس التيبل ما جاش في النص، صح؟ التيبل لسه محذوف على الشمال. ليه؟ لان التيبل ده بوكس لوحده وما بيمشيش عليه تكست الاين، عشان نحطه في النص. فاكر المارجن، أي. فهنقول التيبل بتاعنا هنا المارجن بتاعه اوتو، تمام. تمام. طيب كده التيبل كمان هو كمان جه في النص. ايه رأيك في الكلام ده؟ تمام، بس الموقف شكله سامبل قوي. شكله صغير، صح؟ ما هنبدأ بقى نكبر شكل التكست بوكسز ونلعب فيها شوية. تعالى هنلعب بقى في ال CSS. احنا كل ده لسه ما ابتديناش نحط الاي جافا سكريبت فانكشناليتي، احنا كده لسه بنرسم الانترفيس. احنا لما رسمنا هنا ما رسمناش تكست بوكس عريض قوي، التكست بوكس كان كنس شوية، مثلا 100 بكسل، صح؟ فهنعمل الايه ان اي ام ان اي انبوت في الصفحة دي عندنا، اي انبوت، ماشي. اوكي كده هنطبق الكلام ده على اي انبوت، هنقول له ان الويتس بتاعه 100 بكسل. اوكي. وان الفونت سايز جواه عشان الكتابة تطلع واضحة، عندنا مثلا ايه اكس لارج، تمام كده. نشوف شكل الدنيا بقت عاملة ازاي. كده شكلها اظرف شوية، صح؟ بكتير. والكتابة لما بنكتب ارقام بتبقى باينة، صح؟ اي الميت بكسل اعتقد حجم معقول قوي. نبدأ نظبط الايه الزراير، تمام. الزراير يبقى هنقول عندنا البطن، سوري، البطن الفورمات بتاعه. اول حاجة هنقول ان الويتس بتاع البطن هيبقى 50 بيكسل، تمام. مش عايزين له بوردر، بوردر ستايل نون. اوكي. الباك جراوند، باك جراوند كولر هنختار لون اورنج.
فاكر رقم اللون الأورنج؟ نبص عليه ده بالفايل بتاعنا. فين الفايل اللي كان في الأرقام؟ عندك طبعا الفايل ده مش كده؟ عندك الفايل ده؟ أنا كنت بعتهولك. ايوه ال الأرقام الألوان. خش documents design color PDFs colors فين colors 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 colors. تمام، عايزين لون اورنج ظريف كده. ناخد دارك اورنج، ده حلو، ده كويس. هناخد الرقم بتاعه كده زي ما هو كده. تمام، ونروح هنا باك جراوند كلر ونكتب اللون بتاعنا ده. تمام، يبقى اي زرار يبقى الباك جراوند كلر بتاعه كده، والكلر اللي هي لون الكتابة هيبقى أبيض. ممكن نكتب وايت، وممكن نكتب اللي هو 3F كده، يبقى ده لون الكتابة أبيض. تمام، أو ممكن أصفر عشان يبقى أسود. أصفار هيبقى أسود. أيوة يبقى أسود. لو أنت عايز لون الكتابة أسود أصفار، بس إحنا كنا آه واخدين لون الكتابة أبيض. لو تفتكر في تمام. الديزاين عملنا لون الكتابة أبيض أيوة أهي. أيوة تمام، لو عايزين كتاب اسود يبقى اصفار. اوكي، بس سؤال، هو اي الأصفر هو بيبقى 5 أصفار، مش هتفرق ستة خمسة من ستة ثلاثة؟ ستة اصفار. 6 برضه يعني دي شورت هاند، شورت هاند اختصار شرط. يعني. شورت هاند المفروض يبقوا ست افات. يعني لو كتبت 6 إفات ما فيش حاجة عادي. ست افات هيبقى ابيض. تمام، هنحط هنا 10 بكسل في البوردر ريديس عشان يبقى الكورنر بتاع الزرار مدور شوية. ريفريش كده، ايه رأيك كده؟ شكله حلو، بس بس الزراير عامل رفيعة قوي. صغير كده. ايوه رفاية. فنعمل بقى ايه فيها؟ هنروح عاملين فين احنا هنا؟ هنروح عاملين الايه ال اسمها ايه دي، البيدنج. نغير البيدنج بتاعها من فوق ومن تحت، بحيث يبقى يطلع الزرار يبقى عمودي شوية. احنا كمان ما غيرناش الفونت سايز، هنغير الفونت سايز هنا. فونت سايز هنخليه برضو ايه زي ما عملناه في التكست بوكس، اكس لارج. اوكي، نشوف كده عمل ايه الفونت سايز. كده شكلهم اظرف كده، مش محتاجين نغير البيدنج صح؟ ايه كده مش محتاجين نغير البيدنج. كده عندنا اهو الزراير بتاعتنا. الايكوال دي ممكن بقى ايه نكبرها شوية، بس هي لوحدها. فدي هنقول له هنعمل لها كلاس لوحدها، لان دي لوحدها. فهقول له هنا ان الكلاس ده اللي هي ايه الايكوال. ماشي، و الايكوال دي هنقول له ايه تكست الاين. اعتقد تكست الاين سنتر. ايه والفونت سايز اكس لارج. اكس لارج. تمام، وناخد هنا الايكوال فين دي، هنا هقول له كلاس ايكوالز ايكوال. ايه، اوكي نشوف بقى الدنيا كده عاملة ايه. ريفريش، كده كبرت شوية صح؟ ممكن نعملها بولد، ايه رأيك؟ عشان تدخل عشان ممكن. تبقى باينة شوية. ايوه فنيجي هنا نغير، نزود على الكلاس هنا حاجة اسمها فونت ويت. فونت ويت
بولت. اوكي كده رسمنا الايه الـ رسمنا الـ الفورم، بس لسه ما بتشتغلش. يعني انا بكتب ارقام هنا وبكتب ارقام هنا، بس لما ادوس على الزرار ما بيحصلش حاجه، صح؟ ما فيش نتيجه هنا طبعا، ما بكتبش حاجه، مفيش حاجه بتتكتب، صح؟ طيب تعال بقى ايه، نبدا ناخد نكتب الجافا سكريبت كده. خلاص رسمنا الدنيا، نكتب الجافا سكريبت. عايزين نكبر التايتل ده نخليه اتش 2، ولا هو حلو كده؟ لا هو شكله صغير يعني بالنسبة نكبره للكالكوليتر. شويه، كبره شويه، نخليه اتش 2. ماشي، خلي ده اتش 2. اوكي تمام، هبدأ اكتب بقى الجافا سكريبت اللي بياخد يشتغل مع الكلام ده. ماشي، اول حاجة عايزين الفانكشن بتاعت الاد، الفانكشن بتاعت الاد. احنا شفنا مرة فاتت كنت بكتب كلام كده زي الاليرت وزي مش عارف ايه، كان بمجرد ما بكتبه بيتكتب لوحده، صح؟ مش كده؟ بيشتغل لوحده اول ما الفورم يتحمل، صح؟ يعني انا ممكن اقول له هنا ايه، اليرت اليرت، تمام؟ اروح اقول له ايه، ويلكم. لازم احط الكلام جوه الاليرت هنا في دبل كوس، ان ده بيبقى اسمه سترينج، ويلكم تو ذا تو نمبر كالكوليتر، بحيث ان الصفحة كده اول ما تتحمل اليوزر يطلع له ايه، رسالة الويلكم دي. طب في أي حاجة عاملة زي الأليرت ممكن نغير شكلها يعني؟ خلينا دلوقتي بيها كده زي ما هي. ماشي تمام، في حاجات كتير قوي ممكن نعملها يعني. اوكي طيب، انا اطلع بس كده اليرت مسج ويلكم كده، او مصفحة ويلكم تو ذا تو نمبر كالكوليتور، ويدوس اوكي اليوزر وجايب له الكالكوليتور بتاعته. تمام تمام طيب، بعد كده كده الكلام بيتكتب بيتنفذ ايه اول ما يشتغل. طيب انا عايز بقى ايه، حاجة اما ادوس على زرار البلس تتنفذ، فقلنا دي بيبقى بنعمل حاجة اسمها فانكشن. الفانكشن بجمع شوية اوامر كده واديها اسم، ماشي، وممكن اجمعها اسيبها متجمعة لوحدها كده، او ان انا اعمل ايه، ابعت لها كمان بيانات. ببعت لها البيانات عن طريق ما يسمى بالايه، بالبارامترز. هنشوف كده، عشان اعمل فانكشن بكتب كلمة فانكشن، تمام، تمام بكتب كلمة فانكشن واكتب اسم الفانكشن بتاعتي. فهعمل فانكشن اسمها اد، الفانكشن دي ايه، اد. الفانكشن دي هبعت لها بارامترز؟ لا، مش هبعت لها حاجة، هي عارفة هتاخد الأرقام منين وعارفة هتحط النتيجة فين. تمام اوكي كده. طيب فبفتح قوس وبقفله كده، قوس اللي هو المدور العادي اللي على التسعة وزيرو، بس عشان اقول له انه ايه، ان اسم دي اسم فانكشن وان هي ما بتاخدش بارامترز. طيب بفتح البريس، البريس ده في جافا سكريبت بيعمل ايه، بيقول ان اللي جاي ده بلوك اوف كود لوحده، ده الكود بتاع الفانكشن. بفتح الستارت بريس اللي هي دي، والكلوزنج بريس اللي هي دي، تمام. يبقى الفانكشن بتبدأ من هنا وبتنتهي هنا، في مشاكل؟ تمام 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 اول حاجة عايزين نعملها ان احنا نقرأ الارقام. هنقرأ الارقام نحطها في حاجة اسمها variable. حاجة اسمها ايه، variable. variable احنا اتكلمنا عن variable المرة اللي فاتت، تمام. بنعرف الفاريبل بأمر اسمه var. في أوامر تانية لتعريف الفاريبل هنتكلم عليها، بس مبدئيا هنستخدم الفير.
تمام، لان دي اول واحده وبتشتغل مع كل البراوزرز. هقول له فير واقول له اسم الفاريب هنسميه نم 1 بيساوي، ممكن اقول له فير نم 1 واسكت كده وانزل اعمل حاجه تانية كده. يبقى انا عملت ديكليريشن للفاريبل اللي اسمه نم 1، بعد كده اقدر استخدمه بقى اقول له نم 1 ايكوال كذا، ماشي؟ تمام. او ممكن اعمل ديكليريشن وانيشاليزيشن في نفس الامر، يعني انشئ فاريبل وارجع ايه واقدر اديله قيمه على طول، ماشي؟ طيب هقول له فاريبل نم 1 واكتب ايه؟ input ولا لا مش انبوت بقى، انا عايز اجيب مين الداتا اللي موجوده في نم 1 اللي هو ده في النمبر في الانبوت التايب بتاعه نمبر والاي دي بتاعه نم 1، صح؟ طيب الانبوت ده مش موجود على الدوكيمنت؟ اه، فهبدا الكتابه ان انا عن طريق اوصل له ان انا اكتب كلمه دوكيمنت، تمام؟ سلام. وبعدين بستخدم حاجة اسمها get element by id، لازم تتكتب بالطريقة دي، وافتح قوس واكتب الاي دي بتاعي. الاي دي بتاعي اسمه ايه؟ num1. get element by دي عملناها المرة اللي فاتت. استخدمناها، اه دي هنستخدمها كتير قوي. ليه؟ لان احنا الـ get element by id احنا بنجيب الاليمنت اللي معانا في الصفحه وعايزين نتعامل معاها بقى في جافا سكريبت، فلازم نستخدم الفانكشن دي، تمام؟ طيب جبنا num 1 عايزين منها ايه؟ عايزين الفاليو بتاعتها، فاقول له هات لي الفاليو، صح؟ يبقى كده num 1 ده بقى فيه الفاليو بتاعت مين؟ نمبر 1، صح؟ وهعدي نفس الامر هنا، بس بقى نم 1 هيبقى نم 2، يبقى انا كده قريت الرقم الاولاني وقريت الرقم التاني، صح؟ طيب عايز اجمع الرقمين، فهعمل variable جديد هسميه result او res بس مثلا اختصارا يعني، ونقول له ان ده بيساوي نم 1 بلس نم 2. زي ما قلنا انا ممكن اعمل ايه الديكلاريشن في سطر والاساينمنت ده في سطر، او اعملهم الاثنين في سطر واحد، مش هتفرق، تمام كده؟ تمام. في مشاكل؟ عايز بقى احط الكلام ده جوه التكست بوكس اللي اسمه ايه، اللي اسمه الاي دي بتاعه ريزلت، فاروح قايل له ايه دوكيمنت، روح على الدوكيمنت بتاعتي واقول له get element by id مين بقى عايز result، تمام؟ dot value equals res، حلو كده؟ ايه رأيك كده؟ هتشتغل كده؟ سوري، document get result value equal res. لا مش هتشتغل؟ ما اعتقدش، ليه؟ عشان احنا ما قلنالوش يقول الرز ولا لا. ما هو ما احنا قلت له حط سوري. الريز في ريزلت في الفاليو بتاع تمام. ريزلت. طب نجرب نشوف هتشتغل ولا لا؟ تمام، ممكن تشتغل. نعمل ريفريش كده، ويلكم. أول ويلكم، حاجة هنكتب الرقم بتاعنا 12، 12 الرقم التاني مثلا 24، 24 اقول له بلس، ما حصلش حاجه، صح؟ ماي. ليه بقى؟ انت على بص عشان اه اسمه ما قلناش كل بطن المفروض يعمل ايه. ايوه، ما قلنالوش ان البطن ده لما لما يتداس عليه ينادي على الفانكشن دي، صح؟ اقول له كده اون كليك ايكوالز، افتح كده واقول له ايه اد، تمام؟ ولازم افتح قوس واقفله كده عشان اقول له ان دي فانكشن يعني، تمام؟ نعمل سيف باش.
ويلكم. نكتب بقى الأرقام بتاعتنا، 12 24، قول له بلس. هي اشتغلت بس ما اشتغلتش زي ما المفروض تشتغل، صح؟ هو ايوه ايه، هو عمل ايه؟ اخذ ال 12 راح لزقها في ال 24 وكتبهم جنب بعض، صح؟ مش هو ده اللي انا عايزه، صح؟ هو ده اللي احنا عايزينه؟ لا. طيب ايه رأيك، ايه المشكلة؟ المشكلة حاجة في اللي هو الحتة اللي تحت دي تقريبا. هو في الفانكشن بتاعت الاد، هو اقول لك انا المشكله ايه. المشكله ان جافا سكريبت ده تكست بوكس، صح؟ مش وده تكست بوكس، فيبقى الداتا اللي جايه منه هو اتعامل معاها على انها تكست مش على انها ارقام، على انها تكست مش على انها ارقام، تمام؟ اي فهنعمل ايه؟ هقول له خد الداتا، الكلام ده، السطر ده كله كده، ده جاي تكست، صح؟ عايز احوله لرقم، فاعمل ايه؟ في فانكشن في الجافا سكريبت اسمها بارس انت، نكتبها كده، اقول له بارس انت، بارس انت كده، اكتبها بالشكل ده كده، بياخد الرقم ده، التكست اللي طالع من هنا، ويحوله الانتجر، يعني رقم انتجر، رقم صحيح، وايه، ويحطه في نام 1 كده، نام 1 بقى فيه انتجر او رقم صحيح، ونام 2 بقى فيه انتجر او رقم صحيح، تمام؟ تمام. يبقى الريزلت هيبقى ايه؟ بجمع 2 انتجرز على بعض وتطلع عملية جمع. تعالى نجرب تاني، 12 24، ادوس على بلس، 36، صح، اشتغلت. ده فهمها صح مش كده؟ تمام تمام. تمام يبقى كده عملنا ايه؟ اول فانكشن اللي هي الجمع، صح؟ بس لسه ما عملناش الثلاثه التانيين. كده بنفس الطريقه هنعمل الثلاثه التانيين، واحده للطرح، واحده للضرب، واحده للقسم. نعمل ايه؟ هاخد كوبي للفانكشن دي على بعضها، حلو حل تمام. كده، بس هغير اسمها بقى، ما ينفعش يبقى الاثنين اسمهم اد، هيبقى اسمها سب، بس اختصار سبتراكت يعني، تمام؟ هيجي هنا اقول له اون كليك ايكوالز سب، وافتح قوس واقفله، سيمي كولون، اقفل التنصيص، تمام؟ اوكي، واعمل واحدة كمان اسمها مالتبلاي او مالت، تمام؟ تمام. نعمل هنا اد، بدل اد نكتب مالت او مال، بس حتى مش لازم مالت، مال اختصار مالتبلاي، ونغير بس العين، نغير العلامة هنا، نعمل دي ماينس، وهنعمل دي علامة الضرب في الكمبيوتر النجمة في الكود، اوكي؟ في الكود، ايه الكود ما بنكتبش الاكس، علامة الضرب اللي هي الاكس، ايوه اي بنكتب النجمة دي، ماشي؟ هنا هنعمل الأخيرة اللي هي ديفايد، هنكتب ديف، تمام؟ وعلامة القسمة في الكود عندنا اللي هي الشرطة، سلاش الشرطة المايلة دي، تمام؟ في مشاكل كده؟ طيب تعالى ايه، نظبط الزراير، اون كليك ايكوالز مال ام يو ال، اوكي، وهنا اون كليك ايكوالز ديف، حلو كده، سيب، تعال نشوف اللي هيحصل، ريفريش الصفحة، هنحط الأرقام بتاعتنا، 12، في حاجة ايه غلط ده؟ هنا،
في حاجة اتلخبطت، كتبنا أكيد نسينا إيه، نقفل. ما قفلناش الكود ده. بص شايف إزاي؟ شايف عشان ما قفلناش هنا لخبط الدنيا إزاي؟ أيوة كده اتظبطت تاني. 12 24 أو 24 أهي، لو جمعناهم على بعض هيطلع 36، لو طرحناهم هيطلع ماينس 12، إن ده ماينس ده، تمام؟ لو ضربناهم هيطلع الرقم ده، لو قسمناهم هيطلع نص، تمام؟ تمام. شغالة كده؟ طب افرض الرقم ده كان زيرو، لا زيرو في الجمع ده. عادي، في الطرح هيطلع عادي برضه مفيش مشكلة. في الاسم هيبقى غير معرف او كتب لي كلمة انفينيتي. يعني غير معرف undefined. انا عايز اقول له بس ايه، حاجة غير انفينيتي دي، ممكن اسيبها كده مفيش مشكلة. بس هي المفروض يعني اكتر من infinity عشان يعني الاسم عكس الطرح. ف اكتب not defined، not صح؟ ايوه يبقى هنا اذا كان num 2 بزيرو اكتب ايه، not defined. فهنعمل حاجة جديدة بقى، في امر اسمه if اتكلمنا عليه. اف لا بس هو كان موجود في سكراتش انا فاكر. ايوه، اف وكذا كذا كذا ويعني اذا اتحققت اعمل كذا، وما ايوه اتحققتش وذن اعمل، ما ذن اتحققتش كذا اعمل كذا كده، كذا صح؟ اعرف. ايوه الكونديشن هنا بنحط حاجه تساوي حاجه، او حاجه اكبر من حاجه، او حاجه اقل من حاجه. فبنقول يعني مثلا، بقول هنا if مثلا num 2 ده ايكوال، وبنحط اتنين علامه، اتنين ايكوال مش واحده، تمام؟ واحده خلاص. بس دي بتاعت الاساينمنت، ان انا ايوه بحط في variable، انما بتاعت المقارنه اتنين. اوكي، تمام. فبقول if num 1 if num 2 equals 0، يعني اذا كان num 2 ده 0، تمام، يبقى اف res ده equal ايه، not defined، تمام؟ في كده نقفل البريس. البريس ده يعني ايه؟ الاف اذا كان فعلا نام 2 بيساوي 0، هينفذ الجزئية اللي من البريس ده للبريس ده. اوكي، احنا ما عملناش ديكلاريشن، فبعمل له ديكلاريشن. طيب واقول له إلس بقى، إلس يعني والا، يعني لو ما كانش بيساوي زيرو، ما كانش بيساوي زيرو، ابدأ ايه، خد السطر ده وايه ونفذه. بس يعني عادي اكتب اف من غير ما اكتب else. لو ما كتبتش إلس، يبقى لو الشرط اللي هنا ده ما كانش متحقق مش هيعمل حاجة، تمام؟ تمام هنشوفها قدام في تعديل تاني على البرنامج ده، تمام؟ تمام في مشاكل كده؟ تمام معايا؟ نعمل ريفريش كده ونشوف ايه اللي حصل. اما نقول هنا 12 واكتب ديفايد، لا ده طلع لي حاجة ثانية، حط زيرو. طب اهي نوت ديفايند، تمام. اللي التانية اللي طلعت لي دي نان نوت نمبر، دي حاجة بتاعت جافا سكريبت. ايوه يبقى ممكن اعمل ايه هنا عشان برضو امنع الحتة دي، النان الغريبة اللي محدش يفهمها دي. هقول له اور نم، لا الاور ما بتتكتبش هنا كده، الاور بتتحط كده. اور، اور يعني ايه؟ يعني او، ماشي، نم 2 ايكوالز ولا حاجة، اما احط دي كده يعني ولا حاجة، يعني فاضية. يعني لو كان نم 2 زيرو او نم 2 ولا حاجة، حط لي كلمة not defined. اوكي تمام. تعالى كده اهو، هكتب هنا 12 وادوس ديفايد، طلع لي برضو نين.
ماشي. هنشوف نصطادها ازاي دي. تمام كده، في مشاكل في الكلام ده؟ في مشاكل في الكلام ده؟ حلو، لغاية دلوقتي سهلة صح؟ بس انا بفكر يعني ممكن احاول اعملها على المره الجايه، تبقى الكالكوليتر بس اللي هي تضغط الارقام. أرقام الكالكوليتر كاملة. طب مش حلو، هحاول تعملها ونشوفها مع بعض، ونشوفها معاك كده المرة الجاية، لو قدرت تعملها تبقى حاجة ظريفة ده. بس الاربع عمليات بس، مش اللي هو مش الأربع بقيت حاجه. عمليات بس، مش هنعمل ايوه scientific calculator، لا هي الأربع عمليات بس، ايوه بلس وماينس وتايمز وديفايد، وهيبقى في زرار ايكوال بقى، اللي هي كالكوليتر عادية، نكتب ايوه أرقام في شاشة الرقم الأولاني وندوس على الأوبريشن، وبعدين نكتب الرقم التاني وندوس ايكوال فيطلع لي ريزلت صح؟ ايوه ماشي، شوف كده وورينا ايه. ان شاء الله تقدر تعملها، هي سهلة مش صعبة يعني. تمام؟ طيب تحب ناخد بريك ولا تريق ولا نكمل؟ ناخد بريك 5 دقايق كده؟ ماشي ماشي، ناخد بريك 5 دقايق وبعدين ايه؟ هخش معاك تاني نكمل في حاجات تانية. تمام؟ تمام. في إضافات تانية على الحتة دي. يعني 10 دقايق كده وهبعت لك لينك تاني. تمام، مع تمام السلامة. ماشي.